السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة ودرس جديد. الدرس ديال اليوم إن شاء الله غادي نعملو لو فيرب اتر و افوار. غادي نشوفو لا كونجوغيزون ديال لو فيرب اتر و افوار في تو لي طون جميع الأزمنة. غادي نشوفو في البريزون وفي لو باسي كومبوزي اي لو فيتور. أول حاجة comment on peut utiliser le verbe avoir et le verbe être. اليوم ان شاء الله غادي نشوفو كيفاش نستعملو هاد لي فيرب هادو. نبداو بلو فيرب اتر، غادي نصرفوه او بريزون. عندنا لو فيرب اتر، غادي نبداو بلو بريزون. شنو هو بريزون؟ بريزون هو المضارع، يعني الوقت اللي كنهضروا عليه دابا، يعني في هذه اللحظه هذه اللي كان شي حاجه كاينه في هذه اللحظه، هذاك هو لو بريزون. غادي نبداو في لو فيرب اتر. فيرب اتر او بريزون كيتصرف جو سوي، توي، ايلي، نو سوم، فوزيت، ايلسون. غادي نكتبوهم جو سوي، توي، il ou elle, il est, nous sommes, nous sommes, vous êtes, ils ou elles sont. إذن هذا هو التصريف ديال لو فيرب اتر في لو بريزون. الان ندوزو للفيرب افوار. لو فيرب افوار او بريزون كنصرفوه على هذا الشكل. جي، تويا، الا، nous avons, vous avez, il ou elle sont. إذن هذا هو لو فيرب avoir كي تصرف في لو بريزون بهذا الشكل. الان بغينا نعرفو شنو هو لو فيرب اتر او بريزون. الفيرب شنو هو لو فيرب اتر؟ لو فيرب اتر كيعني الكينونه، الكينونه شي حاجه اللي هي ديالي. مثلا كنهضر على شي حاجه اللي هي ملكيه، الكينونه. فحال مثلا ملي كنبغي نهضر على الحاجه ديالي، مثلا كنقول مثلا جو سوي مالاد، يعني انا مريضه، كنهضر على الحاله ديالي. ايلي كونتون، هما هو ايلي كونتون، هو فرحان، يعني كتعبر على هذيك الحاجه اللي هي فيك مثلا اولا فيه اولا فينا حنايا. هذا هو لو فيرب اتر. لو فيرب افوار هو فعل الملكيه. فيرب افوار هو فعل الملكيه. مثلا ملي كتبغي تهضر على شي حاجه كتستعمل، مثلا كنبغي نهضر على واحد الحاجه اللي هي الملكيه مثلا ديالي، مثلا شي حاجه ملكيه ديالي، عندي مثلا، عندي جي ان ستيلو، عندي واحد القلم، الا اون فواتور، هي مثلا عندها سياره، شي حاجه هي الملكيه. هذاك هو لو فيرب افوار. ولو فيرب اتر كيعني الكينونه. غادي نعملو واحد شويه ديال لي زيكزومبل باش تزيدو تفهمو اكثر. تقدروا تنقلوا التصريف عندكم باش ندوزو لي زيكزومبل، حيت باسكو ما عنديش المساحه كافيه. اذا غادي نبداو بلو فيرب اتر. غادي نعطيو امثله في لو فيرب اتر. في لو بريزون غادي نقولو جو سوي، جو سوي مالاد.
Je suis malade. Ha le verbe être هو هذا. شنو كنقول هنا في هاد لا فراز هادي؟ كنقول لانني انا مريضه، كنعبر على الحاله ديالي. غادي نعطيو مثال اخر، غادي نقولو il est content. Il est content. هنا كنعبر على الحاله ديال واحد الشخص. مثلا il est content، هو فرحان. هو فرحان، هو لو فيرب اتر، هو فرحان. هذا يعني كتعني كتعبر على الحاله مثلا ديال هذاك الشخص. نزيدو مثال اخر، غادي نقولو نو سوم انتيليجون. نو سوم انتيليجون. شنو كنقولوا هنا؟ حنا اذكياء. نو سوم، ها لو فيرب اتر فينا هو نو سوم انتيليجون، حنا اذكياء، يعني عبرت على الحاله ديالنا، حنا اذكياء. نو سوم انتيليجون. الان غادي ندوزو نعملو دي زيكزومبل في لو فيرب افوار اللي هو كيعني الملكيه. غادي نقول باغ اكزومبل، غادي نقولو جي ان ستيلو. جي ان ستيلو، انا عندي ستيلو. ج هو لو فيرب افوار. جي ان ستيلو، عندي يعني الملكيه، كتعني شي حاجه ديالك. عندي، عندي، انا عندي ستيلو. جي ان ستيلو. نعطيو مثال اخر، غادي نقولو الا اون فواتور. Elle a une voiture. هي عندها سيارة. Elle a، هو لو فيرب avoir. Elle a une voiture. هي عندها سيارة، يعني كتملك واحد السيارة. قلنا بأن هذا فعل الملكية، كتملك سيارة. Elle a une voiture. الآن غادي ندوزو نصرفو لو فيرب être et avoir في لو passé composé. غادي نمسحو البريزون وغادي نصرفوهم في لو passé composé. شنو هو لو باسي كومبوزي؟ لو باسي كومبوزي هو الماضي المركب، يعني شي حاجه دازت في الماضي وصافي سالت. هذيك الحاجه كانت وقعت صافي سالت، يعني هذيك كتعتبر من الماضي. لو باسي كومبوزي يعني الماضي المركب. غادي نشوفوا التصريف ديال لي فيرب جوج بهم. غادي نبداو بلو فيرب اتر. كنقولوا جي été. J'ai été. Tu as été. Il ou elle. Elle a été. Nous avons été. Vous avez été. Il اكتفي غير بوحده. il ou elle جوج بيهم يعني نفس التصريف. ils sont été. ils ont été. اذا قلنا j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. الان غادي ندوزو لو فيرب avoir. كيفاش كنصرفوه في لو باسي كومبوزي؟ كنصرفوه بهذه الطريقه. j'ai eu. Tu as eu. Il a eu. Il ou elle, fhal fhal. Nous. Nous avons eu. Vous avez eu.
il ou elle, je vais en faire le ils ont eu. Donc, c'est le verbe avoir au passé composé. J'ai eu, tu as eu, elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. Et donc, vous pouvez le vidéo. ونقلو التصريف عندكم باش ندوزو الان باش نصرفو في لو فيتور نصرفو فيرب افوار اي اتر او فيتور الان غادي ندوزو لو فيتور شنو هو فيتور فيتور هو هو المستقبل يعني شي حاجه غادي نهضروا على شي حاجه اللي عاد غادي توقع شي حاجه اللي عاد ما جا شي حاجه اللي غادي نعملوها هذاك كيتسمى لو فيتور شي حاجه يعني في المستقبل غادي نبداو بلو فيرب اتر كنصرفوه في لو فيتور على هذا الشكل جو سوري tu seras il sera nous serons Vous serez, ils ou elles seront. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Deuxons l'avoir, verbe avoir. J'aurai, tu auras. Il aura, nous aurons, vous aurez, ils ou elles seront. Donc on a le verbe être ou avoir au futur. Le verbe être, quand ça faut, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez. Ils seront. Le verbe avoir au futur, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Hadi il ou elle, fhal fhal, nsit ma kteptech, mhim kitsarfo fhal batiyatoum. Hatta lehna kankono wasalna lnihayat alhissa. Tmenna tkono stafedtou men ddars. Alhissa lmoqbila, inshaAllah.